السلام عليكم باشمهندسين، النهارده هناخد موضوع جديد. المفروض ان هو شرح بعد الميد ترم، بس هو تكمله للجزء اخدناه قبل الميد ترم وهو الاناليسيس. بس الفكره هنا المره دي ان انا كنت في الاول بيكون عندي مثلا كاميرا كده باي شكل من الاشكال، سواء كانت اي او تي او مستطيل، وكنت بشوف الاجهادات الموجوده عليها اللي بتكون فوق مثلا وتحت كده، كنت بسمي ده اف واحد وده اف اتنين، وكنت بقارنهم بالمسموح بيه في مرحلتين، في مرحلة الترانسفير وفي مرحلة الورك. المرة دي اللي هيختلف معايا ان دي قطعات مركبة. يعني ايه قطعات مركبة؟ يعني بيكون عندي نفس ذات الكاميرا كده، بيصبوها مثلا ويحطوها في الموقع، وبعد كده بيحطوا عليها بلاطة بالشكل ده. فبالتالي البلاطة ديت بتخلي خواص القطع عندي يتغير. طيب الفكرة في المسائل عموما بتكون عاملة ازاي؟ بيكون عندي نوعين من المسائل. اول نوع عندي اسمه شورت، وتاني نوع اسمه انشورت. القطع النوع الشورت دوت يعني انه بحط الكاميرات مثلا عندي كده، وبعدين بحط السلاب، وبعد كده بنفذ الشدة وبوصلها لحد الارض. تمام؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان وزن البلاطة دوت اللي هتشيل الشدات وهتوصل للارض. الكاميرا ملهاش دعوة، يعني الكاميرا شايلة وزنها بس، لكن مش شايلة البلاطة، وهي في حالة ان هي تكون فريش يعني، ولسه ما ايه ما اتصلتش. النوع التاني من المسائل يعني، وانا بنفذ بيكون في مثلا عندي هنا في مشكلة او عائق، فما بعرفش اوصل الشدات لحد الارض، فبضطر ان انا اسند الشدات ديت على الكاميرا نفسها. لما بسند الشدات ديت على الكاميرا معنى كده ايه؟ معنى كده ان الوزن بتاع السلاب دوت اللي هتشيله الكاميرا. طيب ده كده النوعين اللي عندي. طب انا بشتغل امتى كده وامتى كده في المساله؟ مثلا لو هو محددش، ايا كان محددش او قال انشورد، بشتغلها انشورد. لكن لو حدد وقال شورت، هشتغلها شورت. وهنشوف دلوقتي ايه اللي بيختلف في المسائل بالظبط. هو بيقول انشور، او ممكن مثلا يقول نوع الكاميرا بريتنشن. تمام؟ بريتنشن يعني تثبت الاول وبعد كده اتحطت في الموقع. فبرضه نفس الفكره، ما ينفعش ان انا انفذ اي كاميرا وهي بريتنشن وتكون يعني شورت، هي دايما بتبقى انشور. فايا كان هو قال ايه في السؤال او ما قالش، بستخدم انشورد وشورد بس لو هو ذكر صراحة ان هي شورد. طب المسائل بتمشي ازاي؟ المسائل عموما بتمشي كده نفس الفكرة، انا بجيب في مرحلة الترانسفير ومرحلة الوركينج. طب ايه اللي هيختلف معايا؟ اللي هيختلف معايا بمشي نفس الخطوات بتاعتي، بجيب مثلا البروبرتيز سيكشن. تمام كده اهو، بجيب الاريا بتاعتي بتاعت القطاع ايا كان شكله، وبجيب الار، بس بجيب الاريا العاديه اللي هي الاريا بتاعت الكاميرا. تمام؟ وبجيبها عادي، وبجيب الاي عادي، وبعد كده بعمل ايه؟ بجيب بس الاي، ناخد بالنا لو الشكل متماثل هجيبها، هيكون السي جي عندي في النص. لو كان مش متماثل هضطر ان انا احسب سي جي وبعد كده احسب الاي. طيب بعد كده هخش على تاني مرحلة اللي هي اللودز، نفس الكلام بالظبط قبل كده. طب اللودز دي كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب الانويت، بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن الاريا في الجاما ار سي، نفس الكلام بالظبط. وبعد كده بجيب المومنت اللي جاي من الانويت، اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي وزن الانويت ده في ايه؟ في الاسبان تربيع على 8 وجبت. تمام؟ طيب في احمال تانية عندي دلوقت؟ في المومنت اللي جاي من السلاب. تمام؟ الام سلاب دوت بيساوي ايه؟ بيساوي الوزن بتاع السلاب، هو بيبقى مديهولي جيفن في المسألة، في الاسبان برضو تربيع على 8. تمام؟ وبجيب الام ديد وبجيب الام لايف ايا كان، ممكن ما يبقاش في عندي ديد. هو دايما احنا بنهتم باللايف في النوع ده من المسائل، بس لو عطاهم يعني بنجمعهم وبنجيبهم. تمام؟ ده كده نفس الخطوات القديمه بالظبط، بس اللي زاد عندي ان انا ايه حسبت الام اللي جاي من الاسلام. في
فكرة بقى الإكادات وأنا بدرس كده أول خطوتين ثابتين معايا. أول حاجة خالص وأنا بدرس، بدرس في مرحلة الترانسفير، طيب مرحلة الترانسفير دي كان إيه اللي بيحصل؟ بيكون عندي مثلا كاميرا بالشكل ده، تمام، وكنت بدرس لها الإجهادات كده. فأول مرحلة خالص بيكون عندي مثلا زي ما قلنا قبل كده في إجهادات ضغط بتأثر على القطاع من الأول، أنا بسببها اللي هي بتبقى بي تي على الآية، تمام. بعد كده بيبتدي عندي يكون في اكسنتريستي مثلا نتيجة إنه الحمل اللي أنا قصرت بتاع الكابلات مش في السي جي بتاع القطاع، فبالتالي بيطلع لي هنا نفس الفكرة كده، تمام، بيكون هنا تحت ضغط وفوق شد. بعد كده بحط الأحمال بتاعتي اللي هي الام جي أو نتيجة الوزن، فبيتكون العكس كده. بيكون ده ضغط وده شد، تمام. كنت بجمعهم وكنت بجيب قيمة، نفس الكلام بالظبط هعمله وهنا وهنا، تمام. وبحسب الألوبل مثلا وبقارن بيه اللي هي إجهادات الشد والضغط اللي عندي، بقارن بيهم. طب ايه بقى اللي هيختلف؟ في مرحلة الدكتور بيحب يحطها لوحدها، وممكن انت تزودها هنا بعد ما تخلص دول وتقارنهم بالمسموح بيه، ممكن تزودهم هنا او تعمل لها مرحلة لوحدها مختلفة. الدكتور بيقول مثلا اد الجاستنج سلاب ديت مرحلة لوحدها، تمام. بيعمل ايه؟ بيجيب الكاميرا برضو وبيجيب الوزن بتاع السلاب نفسه، تمام، اللي هو الام سلاب على الاي في الواي، تمام، المومنت ده من السلاب. وبعد كده بيعمل ايه؟ بياخد المومنت ده بيجمعه على ده ايا كان شكله يعني، وبالتالي بينطق مثلا شكل كده ايا كان برضه، سواء اجهادات شد او ضغط، وبيقارن ده بعد كده بالمسموح بيه وده بالمسموح بيه. طب انت ممكن تعمل ده لوحده وده لوحده، او ممكن انت هنا تزود الوزن على طول المومنت اللي جاي من الاسلاب كده، وتجمع الاثنين دول وتجيب قيمه برضو، تمام، وتقارن ايا كان يعني. ده كده اول مرحله اللي هي ترانسفير، ما بيظهرش فيها غير انه الكاميرا نفسها بتبقى شغاله، ما بيظهرش القطاع الكومبوزيت عندي. ليه؟ عشان خاطر بنقول ان الاستاب نفسها بتكون لسه ما نشفتش، فبالتالي بيكون وزنها بس اللي بيأثر على الكاميرا، لكن هي بتقدر تشيل مع الكاميرا؟ لا ما تقدرش تشيل في مرحله الترانسفير. طيب في مرحله الوركينج بقى، هيكون مثلا عندي اهو كده القطاع بتاعي، تمام، واحط عليه ايه؟ البلاطه بتاعتي. في الاول بالظبط كده في المرحله الاولانيه نفس الشغل عندي بالظبط، بحط هنا الضغط بتاعي نفس اللي هي، بس هنا بقى المختلف انه في الوركينج بيكون حصل لوسس، فبتكون البي اي على الايه زائد. بعد كده بقول الاكسنتريستي بتاعتي، بيكون بي اي في الاي مثلا على الاي في الواي. بعد كده بيأثر عندي الوزن زي ما اتفقنا اللي هو الوزن بتاع الكاميرا نفسها، بعد كده اللي بيحصل ايه؟ بيكون كده بس مثلا السي جي بتاع الكاميرا، تمام؟ بسمي المسافة دي من هنا لحد هنا المفروض ان هي واي 2 سي، ومن هنا لحد هنا واي 1 سي. طب والمسافة دي كانت كلها كده، تمام، دي كلها اللي هي الارتفاع بتاع السلاب زائد الارتفاع بتاع الكاميرا، ومن هنا لحد فوق بسميها واي 3. طيب كده لسه الكاميرا شغالة زي ما هي، ما فيش أي حاجة اختلفت فيها. طيب وبحط ايه بقى؟ بحط عندي وزن السلاب برضو نفس الفكرة، تمام، بس الوزن السلاب عندي
لما اجي احطه ما ينفعش احطه كده، هعمل ايه الاول؟ المفروض دوت بقى اشتغل قطاع كومبوزيت مع نفسه، فما ينفعش ان انا اقول ايه، بقول ان الام سلاب احطها ايه في الواي، لا هعمل ايه؟ اجيب الاول الاريا بتاعه القطاع الكومبوزيت دي بتساوي ايه؟ بتساوي إيه؟ مثلا الاريا بتاعه البيم ايا كانت كنا حاسباها في الاول زائد الاريا بتاعه السلاب واجمع. بعد كده بجيب الاي للشكل كله. طب بجيبه ازاي؟ المفروض ان انا ما اعرفش لسه السي جي بتاع القطاع الكومبوزيت عامل ازاي، فبجيب الاول بزوم مساحات، بعد كده بجيب الاي. تمام، بعد ما جبت السي جي وجبت الاي عرفت بقى كده القطاع شغال ازاي. طيب هل يا ترى ده اللي هيحصل بس؟ لا، قال لك كمان المفروض ان انا لما احسب القطاع دوت الكومبوزيت بيكون عندي ايه، نفس الاجهادات هنا مثلا كده نفس الكيفيه، بس هنا القطاع بيشتغل. طيب الاجهاد دوت لما باجي احسبه للسلاب انا المفروض ايه؟ ما اقولش يعني مثلا دوت بيديني في المساله لو في اف سي يو للسلاب بس بتكون مثلا قيمتها وليكن 30، بيكون اف سي يو للبيم نفسها بتكون اكبر، بتكون مثلا 50. طيب المفروض ان انا دلوقتي بجيب اجهادات وبشغل القطاعين مع بعض، هل يا ترى الاجهادات ديت لازم او ينفع ان انا اقارن الاجهادين كده مع بعض؟ لا، المفروض ان انا بجيب اجهاد يكون مكافئ، اجهاد البلاطه يكون مكافئ للبيم عشان اعرف اشغلهم مع بعض واقارن بالمسموح بيه. فبيقول لك ايه؟ قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تحسب عادي ومثلا عندك القطاع الالاول مثلا اللي في الكود اللي بقارن بيه بتاع السلاب اللي فوق ده الايفكت بتاع السلاب قال لك بيساوي رقم ثابت 10.5. تمام، هو بيعمل ايه في الاول؟ بيجيب بي اسمها بي افكت، تمام، او اكوليفرنت يعني ايا كان، ودي بتساوي ايه؟ بتساوي البي بتاعتي نفس البي بتاعت السلاب العاديه بس بحولها لحاجه مكافئه، بضربها في الاف سي يو بتاعت السلاب على الاف سي يو بتاعت البي. ده ايه ده؟ ده معامل تصغير، افتكرها كده عشان متتلخبطش الصغير على الكبير، عشان ده معامل تصغير. دوت كده بيجيب البي المفروض ان هي هتشتغل زي بالظبط لو كانت دي كانها بالظبط كاميرا، ف بكافئهم ببعض عشان اعرف اشتغل الاجهادات بتاعتي. طيب نشتغل بقى مساله ونشوف عليها الوضع هيكون عامل ازاي. اول حاجه مثلا بيكون عاطين في المساله اي بالشكل ده زي مثال المحاضره مثلا، وده كده ب200 وده كده ب200 ملي، الارتفاع دوت كده 750، هنا ده 150 وده 150 وده كده 200. تمام، بس وبيديني مثلا البي تي في المسألة ب 1250 كيلو متر. تمام، اول حاجه خالص زي ما قلنا هنحسب البروبرتيز اوف سيكشن، نفس الفكره بالظبط، الخواص بتاعه القطاع. بجيب الاريا، الاريا احنا عارفينها، هنقول مثلا عندي المستطيل دوت كله ناقص الفراغين دول هتطلع لي مثلا لما اجي احسب بطلع 350 في 10.3 ملي متر. تمام، الاي بقى بتاعت المساله نفس الفكره بالظبط، هقول 500 ده كل كده عشان انا بدرس قطاع اللي هو 1150 تربيع تكعيب على 12 ناقص 300 في 750 تكعيب على 12 كده، ده جبته. تمام، المفروض طالع بالقيمة. بعد كده بحسب بقى تاني حاجة اللي هي اللودز، نفس الفكرة بالظبط، الأون ويت هيساوي ايه؟ هتساوي الأريا بتاعتي، بس الأول هحولها من نيوتن عشان أنا شغال بوحدات النيوتن 25
يساوي 8.75 كيلو نيوتن كل يوم بيطلع. بعد كده هقول ايه؟ هقول عدد الام جي هيساوي ايه؟ هيساوي الرقم اللي انا جبته ده في الاسبان. ممكن اعطيني ان الاسبان بتاعه القمر كلها ب 16 متر، هقول ايه؟ هقول 16 تربيع على 8 كده جبت الام جي هيطلع لي 280 كيلو نيوتن في متر. بعد كده بحسب بقى ايه؟ بحسب الاجهادات عندي عادي، بس الاول المفروض ان انا ايه اجيب الام اس زي ما اتفقنا، ممكن نجيبها هنا او في المرحله اللي بعد كده. نقول مثلا وزن ده بيكون جبن، هو بيديني وزن السلاب اعطيهولي من 5.25، تمام؟ فانا ايه هقول 5.25 في الاسبان ب 16 تربيع على 8 هيطلع لي 168 كيلو نيوتن في المتر، تمام؟ بعد كده بقى هدرس الإمكانيات بتاعتي. دي هتكون ايه؟ عندي كاميرا اي اي نفس الشيء. بقول مثلا اول قيمة عندي اللي هي البي تي على الاريا، وبعد كده بقول عندي اللي هي في الاي على الاي في الواي، بعد كده بحط الوزن بتاعي على الاي في الواي، بعد كده بحط وزن ايه؟ يا اما احط وزن الاسلاب الاول اجمع دول كده جمع جبري اطلع القيم دي هيطلع لي حاجه بالشكل ده كده، وهنا بوينت 1.98 وهنا يطلع لي 5.16، تمام؟ ودي كلها قيمتها ضغط. طبعا هقارن ده بالمسموح بيه وده بالمسموح بيه. المفروض ان انا اجيب الدبل هنا، تمام؟ القطاع دوت فوق كده في الضغط 45 اف سي يو، وهنا ايه برضو نفس الفكره، يعني دوت بتاع الضغط اللي هنقارن بيه اللي هو هنقارنه بال 45 اف سي يو اي، وده نفس الحكايه بال 45 اف سي يو. كده انا قارنت الاجهادين طلع اوكي، تمام؟ بعد كده هحط وزن السلاب بقى بتاعتي، تمام؟ هيكون نفس الفكرة بتاعت الوزن بالظبط الام جي، هيبقى هنا سالب وهنا موجب، وهجمع تاني هجمع ده مع ده هيطلع لي مثلا هنا جات أو ثواني، هو دوت مش ده اللي طلع من هنا يعني، ده اللي طلع من هنا، تمام؟ هو دوت بقى اللي انا هقارنه بالاجهادات دي. الاولاني ده طلع سالب 0.15 وده طلع سالب 0.99، تمام؟ وبرده قارنتهم بنفس الاجهاد وطلع عندي ايه؟ سالب. طيب بعد كده هشوف بقى مرحله الورود قدامك، يعني ايه انت ايه تحسب الاثنين مع بعض زي ما اتفقنا ورا، يا اما ايه تحسب مع بعض وتجمع. طيب اللي بعد كده بقى في الوركينج لازم تجيب الاول حاجه اللي هي البي اكوليفلنت او البي افكتيف. هتساوي ايه؟ هتساوي البي اللي عندي بتاع السلاب. دلوقتي انا ايه هو بيديني عرض معين السلاب شغال معاه كده اهو، مثلا بيكون هنا عاطيني الحته من اول هنا لحد هنا وبيقول لك مثلا دي بي بكذا اللي هي مثلا هنا ب 1400، تمام؟ طيب البي دي بقى انا هحولها زي ما اتفقنا علشان خاطر اعرف اقارن، اقول ان هي في الاف بي الاف سي يو بتاعت السلاب على الاف سي يو بتاعت البي، فالبي اكليفنت طلعت بكام؟ طلعت 1400 في ده كان عاطيهولي ب 30 وده كان عاطيهولي ب 50، هقول ايه 30 على 50
هيطلعلي مثلا 1084 زي مصر دوت بقى اللي انا هشتغل عليه. المفروض بقى انا خلاص كده جبت البي اللي انا هجيب بيها القطاع الكومبوزيت بتاعي. المفروض بقى انا كده من اول هنا بقى في مرحله الوركينج دي هشتغل ايه كومبوزيت سيكشن. طيب الكومبوزيت سيكشن هحسب له ايه؟ المفروض احسب له الاريا واحسب له الاي كومبوزيت. تمام. الاريا دي هتساوي ايه؟ هتساوي الاريا بتاعت البيم اللي انا كنت مطلعاها ب 350 × 10 اس 3 زائد الاريا اللي انا كنت اللي انا جبتها من السلاب. كان بقى نحسب الاريا اللي جت من السلاب دي بقى هتساوي ايه؟ هتساوي ال بي اكليفلنت. تمام. اللي هي تمام في ايه؟ في الجامعه بتاعته الجامعه بتاعت السلاب. لا في الارتفاع معلش. تمام. اللي هي ايه؟ 150. طيب ده كده اللي هو البي كاني حولت الكاميرا ديت كاني حولت البي ديت لبي مكافاه ينفع اقارنها زغرتها شويه علشان اعرف اقارنها مع البي. طيب طلعت لي ايه بقى؟ طلعت لي 512 × 10 اس 3 ملي متر تربيع. بعد كده عشان اجيب الاي كومبوزيت هجيب السي جي بتاع القطاع الاول الكومبوزيت. هقول كده مثلا عندي اهو كده اللي هو السي جي بتاع الكاميرا ده كده نيوترال اكس انا لسه ما اعرفش مكانه. فدي مثلا حوالين المحور دوت ونسميه او مثلا هنا واي سي جي واحد سي وهنا واي اتنين سي. الحته دي كلها قلنا هنسميها واي ثلاثة. تمام. والارتفاع ده كله انا عارفه اللي هو الارتفاع 150 ده زائد اللي هو 1150. طيب بعد كده هحسبها ازاي بقى؟ هقول عندي انا باخد بي مكافأة مش باخد البي كلها اللي هي البي كليفلاند. هقول ايه عشان اجيب السي جي؟ هقول الاول الاريا بتاعت القطاع كله الكومبوزيت اللي هي 512 في 10 اللي هي محصلة يعني في ايه؟ في المسافة اللي بعدها عن النيوترال اكس اللي انا بحسبها من هنا اللي هي واي واحد سي بتساوي ايه دي؟ بتساوي الاول الاريا بتاعت الكاميرا اللي هي 350 × 10 اس 3 في المسافة ما بين السي جي بتاع الكاميرا والمحور اللي عندي. المسافة ديت اللي هي بكام؟ 375 زائد بعد كده هقول ايه؟ هقول السلاب بقى نفسها البي المكافأة في المسافة اللي بعدها عن السي جي اللي بعدها عن المحور قول اللي تحت اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي 1084 تمام في 150 في بعدها دي كده اللي هي المساحة في بعدها عن هو المحور او هيطلع لي السي جي اللي هي واي واحد سي بتساوي ايه؟ بتساوي 781 مللي. بعد كده بقى اقدر اجيب الواي اتنين سي دي اطرحها الارتفاع كله من 150 من الواي واحد سي هيطلع لي 369 الواي تلاتة برضو ده كده انا جبت المسافه بتاعه السي جي كده اقدر اجيب الاي كومبوزيت بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الاي بتاعه القطاع في المربع المسافه في الاريا في مربع المسافه. تمام. هجيب الاي كومبوزيت بقى اللي هي بتساوي ايه؟ هتساوي 5.28 في 10 بس كام 10 دي الاي بتاعه القطاع الكومبوزيت لما حسبتها. تمام. زائد المسافه بقى الاريا دي قصدي ديت اللي هي بتاعه الاي بتاعه البي بعد ما حسبتها في الاريا في المسافه بتاعه زائد بقى. تمام.
اللي هي السلاب ذات نفسها، الاي بتاعت السلاب زائد المساحة فين. هي كده دي المساحة في المسافة الضريبية، تمام. بس هيطلع لي بقى كده الاي بقيمة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ قال لك المفروض بقى ان انا هرسم الكادات اللي عندي. بس في حاجه المفروض ان انا اصلا هشيل الكاميرا مع السلاب، هشيلها ايه؟ المفروض ان الكاميرا اهي هي والسلاب خلاص بقى اشتغلوا مع بعض. طب هما هيشيلوا ايه؟ المفروض بقى هيشيلوا قيمه اللايف لود والديد لود اللي موجوده عندي او اللايف لود بس، تمام. دي كده الكاميرا ودي كده السلاب، المفروض بقى هيشيلوا قيمه اللايف لود. فانا المفروض بحسب الام لايف لود، هقول ايه؟ هتساوي قيمة اللايف لود نفسها، قيمة اللايف لود في السبيسنج تربيع على. طيب اللايف لود هنا كان عطيهولي في المسألة، كان عطيهولي ب 16 بس ايه؟ كيلو نيوتن لكل متر تربيع. دي بقى زي غلطة الميتر، المفروض ان احنا نعمل ايه؟ هنضربها في السبيسنج علشان خلطة تتحول للميتر ران. فهقول 16 في ايه؟ في 1.4. دي كانت السبيسنج ما بين السلاب ديت والسلاب اللي ورا، تساوي ايه بقى؟ 22.4 كيلو نيوتن متر متر. طيب بعد كده اجيب الام لايف لود، هتساوي ايه؟ هتساوي القيمه ديت في النسبان 16 تربيع على 8. كده جبت ايه؟ قيمه اللايف لود. المفروض دوت بقى اللي هتشيله القطاع الكومبوزيت كله اللي هيشيله يعني. هجيب برضو نفس الاجهزات بتاعتي، بس هنا بقى هرسم في المرحلة دي هرسم الاثنين مع بعض. تمام. وهرسم عندي الاستاذ نفسها. واخد هنا كده الاجهزات بتاعتي. اول حاجة خالص هيكون عندي كده ضغط بيور على الكاميرا كده بيساوي ايه؟ بيساوي البي اي على الايه؟ طيب البي اي بكام؟ هاخد البي تي واضربها في اللوسز بتاعتي. هو كان عاطيني اللوسز في في السؤال ب 20%، فاقول ايه بقى؟ هقول اللي فاضل من البي تي اللي هو 80% هيديني ايه؟ حلو، تمام. هي دي اللي انا هحطها هنا. بعد كده هجيب من الاكسنترستي عندي اللي هي هتساوي كده، هنا مثلا سالب هنا موجب، وهقول بي اي في بي اي في الاي على الاي في الواي، تمام. بعد كده حسبت القيمه دي وهحسب نفس الفكره برضو الاون ويت عندي اللي هو الناتج من الاون ويت المومنت الناتج اللي هو الام جي يعني اللي هو كده عكس ده بقى اللي هو الام جي على الاي في الواي، تمام. بعد كده ايه؟ الام سلاب بتاعتي نفس على الاي في ايه؟ في الواي. وديت كده الكاميرا بس. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي بقى القطاع نفسه يشتغل، قطاع الكومبوزيت هيشتغل، اشتغل من اول فين؟ من الام لايف لود. هيكون عندي قيمتين، هنا في قيمه لللايف لود وهنا في قيمه، والمفروض القيمه دي هتبقى اكبر منها سنه كده. طيب ديت هتساوي ايه؟ المفروض بقى انا عندي ده كده النيوترال اكس بتاعي، تمام. قلنا ان المسافة ديت واي ون سي، تمام. والمسافة ديت كده اللي هي واي تلاتة، فهنا هتكون قيمة المومنت بتاع اللايف لود في الواي تلاتة على الاي، لكن هنا هتساوي الام لايف لود على الاي في المسافة دي اللي هي واي اتنين سي. دايما المسافة الواي دي بتبقى من مكان النيوترال اكس للحتة اللي انا بحسب عندها، وهنا هتساوي ايه؟ هتساوي الام لايف لود على الاي في الواي 1 سي. كده انا جبت الجهادات اللي حاصلة من اللايف لود. المفروض بقى ان انا هجمع ده كله كده هيطلع لي القطاع.
القطاع. القطاع ده بيبقى شغال ازاي او عامل ازاي كده؟ بيكون عندي مثلا بعد ما بجمع بيكون عندي بالشكل ده كده، تمام؟ بيكون هنا اصغر شويه. ده هيطلع في المساله دي لما نحلها هيطلع ب 3.71، وهنا ده هيطلع 5.2، وده هيطلع كام؟ 2.45. جيت هقارن ده زي ما اتفقنا كده بالمسموح بيه، بالاجادات المسموحه بيها، وده بالاجادات المسموحه بيها. بس دوت بقى لما اجي اقارنه، ده انا كنت محولاه الاول لايه؟ ل من البي اكوليفالنت. فانا قدامي حاله من الاثنين، يا اما اخد ال 3.71 ده واضربها في جذر اف سي يو تاني بتاعت السلاب على الاف سي يو بتاعت البي، طلعت قيمة وهي دي اللي قارنها بالعشرة ونص. يا اما بقى اخد العشرة ونص ديت واضربها فين؟ في اخد يا اما بقى اخد العشرة ونص دي واضربها في البي على البي اكوليفلنت بتاعتي، طلعت قيمة اقارنها بال 3.71 حسب ما تختار ان هما يطلع بدل ده. كده كان الدرس بتاع الكومبوزيت سيكشن، نفس الفكره بالظبط بتاعه الاناليسيس، بس الفكره عندي وزن السلاب، وقلنا ازاي بنحطها عندي سواء كان في مرحله الترانسفير او في مرحله الروتر. السلام عليكم يا باشمهندسين. المفروض النهارده بقى هناخد موضوع جديد خالص عن المواضيع اللي فاتت. الدرس بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه الالتيميت اناليسيس. ايه بقى الالتيميت اناليسيس ديت؟ المفروض عندي كان في الاول انا كنت بيكون عندي مثلا قطاع كده وبدرس عليه الاجهادات، فالاول بيكون مثلا قطاع جيت حطيت الاحمال ووصل لليلد كده، فدوت بقى الاف يلد على الجاما اس، تمام؟ بعد كده ببتدي ازود الاحمال فبيكون عندي قطاع وصل كده ماشي شويه شويه يعني، وبيبتدي الاجهاد يزيد عن الليد. بعد كده القطاع بيكون عندي بيخش بقى في مرحله ثانيه. المرحله ما بيبقاش عندي قطاع لينير بالشكل ده، فبيكون عامل كده، ما بعرفش احسبه لما بيكون بالشكل ده منحنى، فبحوله للمستطيل المكافئ. المستطيل المكافئ ده كنا بنقول من تانية في الخرسانة التانية ان هو الطول بتاعه ايه، والقيمة بتاعته دي 0.67 من ال اف سي يو على الجاما سي، تمام؟ دي قيمة الاجهاد بتاعي. ايه بقى اللي هيختلف؟ المفروض ان دي ده كده في الكاميرا، ده كده في الخرسانة المستقبلية. طيب بعد كده قال لك الخرسانه اللي هي البري ستريس، تمام؟ اللي هيحصل ايه؟ اللي هيختلف ايه؟ دلوقتي عندي نفس ذات الكاميرا كده بس فيها كابلات، وفي هنا مثلا ممكن نحط حديد عادي بيكون موجود في الحقيقه، نحط حديد هنا مثلا عشان الكاميرا نفسها يعلقوا فيها، وبيكون عندي بالشكل ده. الفكرة هنا ان انا مش هحسب اجهادات في مرحلة الوركينج، انا عايز اشيك على مرحلة الالتميت، تمام؟ ليه؟ علشان خاطر بيكون عندي نوعين احنا قلنا من الديزاين، يا اما بيكون عندي وركينج يا اما التميت، فاحنا المرة دي هنشيك على الايه؟ على الاجهادات الالتميت. طيب هنا بيكون عندي نفس الفكرة بالظبط، بيكون عندي بقى هنا مستطيل مكافئ اللي هو المفروض الطول بتاعه ايه؟ بيكون هنا عندي مثلا في حديد هنا حديد هنا، الحديد دوت اللي تحت خالص بيعمل تنشن ستيل. طيب وحديد الكابلات دوت بسميه ايه؟ بسميه تي بي، تمام؟ وهنا بيكون عندي كومبريشن نتيجة الستيل، كومبريشن نتيجة الخرسانة. طيب الفكرة كلها ايه؟ نفس الترمات كنت بحسبها زمان، كنت بقول ايه؟ كنت بجيب معادلة الاتزان بساوي الكومبريشن بالتنشن ايا كان القيمه بتاعته، وبجيب منها الايه، وبعد كده بجيب الام اكتر. ده اللي انا عايزه اوصل له في الدرس ده كله، صح؟
لكن الفكره بقى هنا عندي لما اجي اساوي في معادله الالتزام هيطلع لي دوت. ده اللي هو التنشن بتاع الكبريت. طب التنشن بتاع الكبريت ده بيساوي ايه؟ بيساوي حاجه اسمها الاف بي اس في الاريا بتاع الكبريت. فكره الدرس ده كله ان انا مش عارف احسب الاف بي اس ده بكام. انا عارف دلوقتي دوت الاريا ستيل داش في اللي هو الاف هيلد على الجاما ستيل. وازاي بقى في الاف هيلد؟ اكيد طبعا هو وصل بعد احنا بنحسب الالتيميت، فاكيد دوت وصل لل هنا دوت القيمه بتاعه الكومبريشن بتاعي اللي احنا قلنا عليها فوق اللي هي 0.67 في اف سي على جاما سي في الاي في البي. ودوت بيساوي ايه؟ بيساوي برضو الاريا ستيل في الاف هيلد على الجاما سي جاما اس. طيب الفكره كلها عندي في الاف بي اس. طيب انا بحسبه ازاي؟ بيكون عندي في طريقتين. اول طريقه عندي اللي هي الطريقه التقريبيه، ممكن يقول لك الطريقه التقريبيه او يقول لك طريقه الكود، يا اما الطريقه بتاعه الدقيقه. الدقيقه تمام. اللي هي بتاعه الانفعالات. عايزين نعرف بقى اول طريقه دي بتكون عباره عن ايه. الطريقه التقريبيه دي بيكون عندي الكود مسهل عليا وبيجي يديني معادله، المعادله دي بتاعه الاف بي اس. تمام. بتساوي ايه بقى؟ بتساوي اف بي التيميت في واحد ناقص حاجه اسمها ايتا بي، بعد كده في بيو بي في الاف بي التيميت على 0.8 من الاف التيميت. تمام. زائد اكتبها تحت كده دي على دي بي في دبليو ناقص دبليو داش واقفل القوس الكبير. طيب المعادله ديت بقى ايه المجهول اللي فيها؟ الفكره في المعادله ديت هو بيحطها ان هو بيفرض ايه؟ بيكون عنده الاجهاد اللي حصل في الكابلات بيكون شكله عامل كده، فهو عايز يجيب قيمه كده للاف بي اس. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو المعادله ديت بتنفع معاه بس لما يكون قيمه الاف بي اس هنا بتكون الاف بي اس المفروض يعني ان هي بتكون اكبر من الاف بي التيميت دي كده الاف بي التيميت على 2. بعد كده دي كده شرط ان المعادله اتحققت. طب المعادله دي المجهول اللي فيها الاف بي التيميت دوت بيكون عطيهولي في الامتحان الاجهاد الالتيميت بتاع الكابلات. الايتا بي ده بيكون معامل بنسبة الحديد بتاع يعني بنوع الحديد شبه نوع الحديد. طيب المعامل دوت بيكون ايه؟ بيكون عندي حاجة من التلاتة. تمام؟ يا اما بيكون عندي بنص. تمام؟ يا اما بيكون عندي ب0.85 يا اما بيكون عندي كده 0.65 يا اما بنص يا اما 0.68 قصدي يا اما 0.35 كده. ده امتى؟ ده بيقول لك لو الاف بي يلد على الاف بي التيميت والقيم الثلاثه دول حفظ اكبر من 85%. يعني ايه؟ هو اصلا بيكون دارس الكيرف ده مع الكيرف ده، فقال لك ان الايتا دوت بيكون ميل الكيرف، كل ما الميل بتاع الكيرف ده يبعد شويه كده فنسبه معناها كده ان نوع الحديد نفسه بيتغير. فبيقول لك انه الاف بي ييلد ده على الاف بي التيميت ده اللي هو الميل يعني لو اكبر من 85% هستخدم هقول بنص، لو 0.68 هتكون ايه؟ هتكون الاف بي على الاف بي التيميت المفروض ان هي اكبر من 85% يعني ما بين 80 و 85، بعد كده بستخدم النص. دي اخر واحده بقى بيكون الاف بي يلد على الاف بي التيميت بيكون ايه؟ بيكون اكبر من او بيساوي 90%. دول كده الثلاث قيم بتوع الايتا بي، دول المفروض ان هم حفظ
وعلى حسب بقى قسمة الرقمين دول على بعض. طيب ايه الميو بي ده؟ الميو بي دوت احنا قلنا ان هو نسبة الحديد من قبل كده من زمان كان بيساوي ايه؟ بيساوي الاريا بتاعت البي اس على ايه؟ على البي في التي بي، ده نسبة الحديد بتاع الكابلات. عندي بقى في هنا مشكلة تانية، خلينا بقى ايه نكمل هنا الطريقة بتاعتنا وبعدين نشوف الدقيقة دي بعدين. عندي مثلا لو كان هنا في مستطيل فالبي بتاعته واحدة اللي هي البي دي، صح؟ فهقول ايه؟ هقول هنا ان ميو بي بتساوي الاريا بي اس على البي اللي هي بتاعت المستطيل في الدي بي. طب لو كان بقى عندي شكل تي كده، لو كان عندي تي فالمفروض على حسب النيوترال اكس فين، لو النيوترال اكس هنا او هنا، لو هنا يبقى الاي بتاعتي المفروض ان هي اصغر من التي اس، فاقول ايه؟ اقول ان ميو بي ساعتها بتساوي الاريا بي اس على البي كابيتال اللي هي دي، دي بي سمول مثلا في دي بي. لكن لو الاريا الاي قصدي اكبر من التي اس هيساوي ايه؟ الميو بي هتساوي الاريا بي اس على البي في الدي بي، بي سمول هنا. تمام، ده كده فكرة الميو بي، ده كده الترم ده والترم ده والترم ده. ايه تاني عندي؟ المفروض انه الدي ديت بيكون عندي انقطاع مثلا كده اهو، ده عندي حديد الكابلات وده الحديد العادي كده، فبيقول لك ان الدي الاولانية الدي بتساوي ايه؟ بتساوي المسافة ما بين الخرسانة فوق والحديد اللي هو تحت اللي هو الاريا ستيل بتاع الخرسانة العادية اللي هو مقاومته اقل، يعني مقاومته ضعيفة، ده بيساوي الدي. لكن من اول الكابلات لحد فوق كده ده كده بيقول ان هو الدي بي، ده بتاع من عند الكابلات لحد الضغط التالي. طيب كده احنا عرفنا الدي والدي بي بايه، فاضل عندنا متغيرين اللي هما الدبليو والدبليو داش. الدبليو ده بيساوي ايه؟ بيساوي الاريا ستيل على البي في الدي في الاف يلد على بوينت 8 من الاف سي يو، وهنا نفس المعادلة بس اريا ستيل داش. تمام كده اهو. طيب بالنسبة لي بقى هحسب الترم دوت امتى وده امتى؟ لو كان هنا الاريا ستيل داش مختلف عن الاريا ستيل اللي تحت، لكن لو الاثنين قد بعض زي ما احنا شايفين كده في القانون المفروض ان هما مطروحين، فكده يبقى ايه؟ يبقى هيروحوا مع بعض، فالترم ده كله هيبقى بصفر وهيتبقى عندي الترم ده. فلو كان اول ما شفت المساله لقيت ان الاريا ستيل داش بيساوي الاريا ستيل، معنى كده ان الترم دوت هيروح، فمش مفيش داعي ان انا اخش في المعادله واحسبه. تمام، يا اما ما يكونش فيه اصلا عاطيني حديد فوق ولا ده، وما يكونش عندي غير حديد الكابلات، ساعتها برضو الترم ده هيروح وهيتبقى عندي المعادله الترم دوت بس. دوت في حاله انه ايه؟ ان انا استخدمت الطريقه التقريبيه اللي هي طريقه المنحنى. بعد كده خلاص انا بقى عندي الاف بي اس، هروح اعمل معادله اتزان وبعد كده اجيب الام ار. طيب انا عايز دلوقتي الطريقه الدقيقه. تمام، بتساوي ايه بقى الطريقه الدقيقه دي؟ بتكون ايه؟ بيكون عندي اهو نفس الكيرف بتاعي ودوت الانفعال بتاع الكابلات، ده ال اف بي التيميت وده ال اف بي. تمام، المفروض ان انا بيكون عندي هنا في قيمه لل اف بي اس، انا مش هعرف اجيبها من المنحنى غير لو جبت السترين اللي حصل في الحديد بتاع الكابلات اللي هو السترين بتاع البي اس. طيب دوت بقى بجيبه ازاي؟ المفروض انه دوت بيكون مجموع لثلاث ترمات. بسرعة كده ايه اللي بيحصل؟ بيكون عندي مثلا ده كده الكاميرا بتاعتي وفي هنا مثلا كابلات، بعد كده بيكون عندي ده اول حاجة بيتكون عندي انفعال من الاول كده، بيكون في انفعال في الاول خالص
فاول ما باجي اضغط اشد التابلت نفسها كده بيبتدي يتكون فيه سترين كده في الاول خالص قبل اي حاجه اللي هو الاف بي اي. السترين ده بيساوي ايه؟ المفروض ان هو بيساوي الاف بي اي على معايير المرونه بتاع الاس تي. الاف بي اي دوت اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي البي اي على الاف. تمام، ده كده اول اجهاد بيحصل عندي من غير اي حاجه، اول انفعال قصدي. تاني انفعال بيحصل عندي بيكون اسمه بسميه سيجما سي اي، وهنعرف يعني بعد كده. ده تاني انفعال بيحصل بعد ما بحط الاحمال، فالخرسانه بتبتدي تريح شويه، فالاجهاد الانفعال بيقل شويه، فبيكون لي قيمه كمان بسميها ايه؟ بسميها سترين بتاع السي اي. بعد كده مع مرور الزمن او في مرحله الوركينج بعد مده طويله بيبتدي يكون عندي ايه؟ بقى مش مرحله الوركينج بس، في مرحله الالتميت بعد مرور الزمن بيبتدي يتكون عندي سترين كمان كده. فالسترين دوت بسميه ايه؟ بسميه السترين بتاع البي سي. طيب دول كده التلاتة اللي عندي. المفروض ان السترين بتاع البي اس ده المفروض ان هو مجموع التلاتة مع بعض. اول واحد خالص لما باجي احسبه اللي هو السترين بتاع البي بي اي بيساوي ايه؟ بيساوي الاف بي اي على معايير المرونه بتاع الستي. ده كده بجيب قيمه، ودوت لو مش عندي قلنا ان هو بيساوي البي اي على الايه. طيب ده اول انفعال عندي بيحصل. بعد كده زي ما قلنا بتبتدي نتيجه الاحمال الخرسانه تبتدي تريح شويه. طب انا هعرف اجيب الانفعال اللي حصل في الحديد؟ مش هعرف، بس هعرف اجيب الانفعال اللي حصل في الخرسانه بجوار الكابلات. يعني هو ده الكابل عندي، انا مش عارف اجيب السترين اللي هنا، فهقدر اجيب السترين الحاصل بجوار الكابلات حوالين في الخرسانه، وهو هيبقى نفس الانفعال بتاع الحديد. فهيكون بيساوي ايه؟ المفروض بقى هيساوي عندي اللي هي القيمه دي اللي انا كنت بحسبها دايما. المفروض القيمه دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي سالب البي اي على الايه؟ نفس ال ناقص البي اي في الاي اللي هي الاكسنتريستي بتاعتي في الاي، علشان انا بحسب عند مستوى الكابلات، بحسب هنا ودي المسافه اي بتاعتي دي كده. المفروض ان هي الابسلون بتاع السي اي ده كده الانفعال بتاع الخرسانه، هو بالظبط الانفعال بتاع الايه؟ بتاع الحديد. فاقول ايه؟ هقول ان السترين اللي جاي من الخرسانه او اللي هو جاي من الحديد بيساوي الاجهاد اللي حصل في الخرسانه على الاي بتاع الكونكريت وعامل معايير المرونه بتاع الخرسانه. كده انا جبت قيمه الانفعال، هي هتبقى نفس قيمه الانفعال بتاعه الحديد. اخر بقى انفعال عندي هيحصل بعد مرور الزمن في مرحله الالتميت، هيكون المنحنى قلب كده بهذا الاسلوب. فايه؟ فهيبتدي عندي يتكون انفعالات، اقصى انفعال ممكن يوصل في مرحله الالتميت اللي هو كنا محافظينه قبل كده اللي هو 0.003. تمام. والحته دي بقى لما بنيجي مثلا ناخد القيمه ديت كنا بنقول ان دي بتساوي السي صح، وعندي دي الكابلات بتاعتي، فبالتالي ان المسافه دي كلها كده هتساوي الدي في. فانا ممكن اعمل تشابه مثلثات عشان اجيب اخر انفعال عندي اللي هو السترين بتاع البي سي هيساوي ايه؟ هيساوي تشابه مثلث ده. تمام، انا عايزه اجيب القيمه دي بكام اللي هي السترين بتاع البي سي، فدي هتساوي ايه؟ اقول ان السترين بتاع البي سي على 0.003 هيساوي ايه؟ هيساوي القيمه دي اللي هي دي بي ناقص سي. هقول ان دي بي ناقص السي دي على ايه؟ على السي دي، يبقى ده على ده وده على ده. بس جبت الستريم بتاع البي سي هيطلع لي ايه؟ كده اضرب كده. تمام، كده عوضت بالقيمة. بعد ما عوضت وجبتها خلاص كده بقى عندي
السترين الناتج منهم هما التلاتة اللي هو السترين بتاع البي اس هيساوي ايه؟ هيساوي التلاتة دول مع بعض جمعهم يعني واحد زائد اتنين زائد تلاتة كده انا جبت السترين. اخش بقى في الكيرف بتاعي اللي هو هيبقى مرسوم اللي هو الدوري تمام، واخش بقيمة هنا اللي هي السترين اللي هو الابسلون بتاع البي اس اس هطلع كده القيمة دي بالاف بي اس بكام واشتغل نفس مسألتي عليه. طيب تعالى بقى ناخد مسألة كده علشان خاطر نشوف الموضوع ده بنطبقه فيه ازاي، نقول الملاحظات بتاعتنا، ناخد بقى مثال عشان نطبق على الكلام ده. هنقول اعطيني في المثال مثلا كاميرا بالشكل ده واعطيني تحت كده اللي هو الاريا ستيك وهنا حديد الكابلات اللي هو الاريا بي اس وهنا في حديد فوق اعطيهولي وقال ان دي داش فوق بيساوي ايه؟ بيساوي 50 وبعدين المسافة دي كلها الارتفاع ده كله ب 1200 والمسافة بتاعت اللي هي دي داش الصغيرة دي دبل داش الصغيرة من تحت برضه ب 50 تمام، والمسافة دي كلها كام؟ ب 870 وعطاني العرض دوت ب 400. ايه بقى المعطيات التانية بقى عندي؟ اعطاني ال اف دي الترن ب 1700 والايتا بي اعطيها لي المره دي اعطيها لي بنص مش مخليني احسب القيمه واحدد واعطيها لي جبن على طول فال اف سي يو هيبقى ده 60 نيوتن لكل مليمتر والاريا بي اس بتساوي ايه؟ 3300 مليمتر في الربيع. قال لك هنا بقى اعطاني قال لي ان الاريا ستيل والاريا ستيل داش الاثنين قد بعض بيساوي ايه؟ بيساوي 4.18 تمام، والاثنين ستيل 400 مع 600 تمام. اول حاجه عايزين نحسب بالطريقه التقريبيه بتاعتي او بطريقه الكود يعني. طيب الطريقه التقريبيه كانت بتقول ايه؟ كنت بجيب المعادله بتاعه الاف بي اس والمفروض ان هي هتبقى جبنه في الامتحان هعوض فيها على طول الاف بي اوتبوت في واحد ناقص الايتا بي في الميو بي في الاف بي اوتبوت بوينت 8 من الاف سي يو زائد الدي على الدي بي كل ده في دبليو ناقص دبليو داش واقفل الكورس. طيب تعالوا بقى نعوض كده، بس اول حاجه المفروض ان انا عندي الحديد ده قد الحديد ده فممكن الترم دوت خالص مع يعني اجي في البدايه كده خالص وما احسبوش عشان قيمته هتطلع بزيرو، ابتدي احسب بقى من اول هنا كده. طيب المفروض بقى ايه لو جينا عوضنا دي 1700 وهنا لقيت عطيهالي بنص وهنا الميو المفروض ان انا لازم احسبها ميو بي، ميو بي هتساوي كام؟ هتساوي الاريا بي اس على البي في ايه؟ في الدي. الحمد لله هنا عندي مستطيل فالبي هنا بكام؟ ب 400 ودي دي زي ما قلنا اللي هي المسافه ما بين الخرسانه من فوق لحد الحديد السفلي اللي هي الدي دي بكام؟ لو جينا حسبناها هنطرح من دوت اللي هي دي دبل داش هيطلع لي كام؟ 1550 كده لما اجي اعوض دوت 3300 القيمة دي كلها هتطلع لي كام؟ هتطلع لي بوينت 0095 دي كده نسبة الحديد. فاضل لي كده انا معايا الاف سي يو والاف بي اوتبوت كده عرفت اجيب الاف بي اس. نصيحة كل ترم نحاول ان احنا نعوض فيه لوحده عشان احيانا واحنا بنحط المعادلة كاملة على الآلة الرقم
بيطلع غلط نتيجة إن مثلا ممكن ننسى كورس أو حاجة، فممكن نحسب الترم ده مثلا لوحده ونضربه في النص وبعد كده نحط إيه القيمة بقى. شايف ما نطلعش الـ FBS طلعت بكام؟ 1414 نيوتن لكل نيوتن متر سكوير، تمام؟ ده كده القيمة بالطريقة التقريبية بالطريقة المعادلة. طيب بعد كده ايه؟ هخش بقى زي ما اتفقنا هنعمل معادلة اتزان عشان نجيب الـ A ومنها الـ C، وبعد كده اجيب ايه؟ اجيب العزوم بتاعتي. الفكرة دلوقتي هرسم، لازم ارسم كده الكاميرا دايما وانا شغالة في المرحلة دي كده، واقول هنا ده الحديد بتاعي والمسافة دي كده. المفروض ان انا ايه عندي ده نيوترال اكس كده، المسافة بتاعتي هنا في مستطيل، المستطيل دوت تركيز الضغط بتاع الستيل فوق اسمه سي اس، وهنا ده السي بتاع الكونكريت، وتحت هيبقى عندي اتنين تنشن، التنشن تي بي والتنشن بتاع الاس. بعد كده الحتة دي كلها كده احنا عارفين ان هي بايه؟ بالدي بي. المسافة دي كلها لحد تحت كده بالدي بي. نيجي بقى نعمل الأول، هنعمل اتزان. طب الاتزان بقى هنا هيساوي ايه؟ ده بيساوي ده اللي هو السي سي زائد السي اس بيساوي ايه؟ بيساوي التي بي زائد التي اس. نيجي نعوض، هيبقى عندي 0.67 في الاف سي يو على الجاما سي في الـ A في الـ B. ده كده أول ترم الـ A هي المجهولة عندي، زائد الـ CS بيساوي إيه؟ بيساوي فوق هنا اريا ستين داش على في الـ F يين هنا هيوصل الـ يين على الجاما S بيساوي إيه؟ بيساوي الـ FBS في الـ area BS زائد الـ area ستين الواي اف الاف واي على الجاما اس. بما ان عندي الاريا سي اللي هنا قد الاريا سي اللي هنا، فالترمين دول هيروحوا مع بعض كده من قبل ما اعوض. بعد كده هيطلع لي 0.67 في الاف سي يو عندي في المساله ب 60 على 1.5 في الاي انا مش عارفها، في البي 400، تمام؟ هيساوي ايه؟ هيساوي القيمه اللي انا كنت جايبها هنا بتاعت اللي هي 330 اللي هنا مثلا دي الأول في 1414، تمام؟ هيساوي ايه؟ ال A يساوي 378 ملم. دي كده ال A. طيب أنا دلوقتي عايز ايه؟ عايز أحسب المقط ده الهدف بتاعي، فهاجي أخد عزوم. ممكن بقى تاخد عزوم في اي حته، ممكن ناخد هنا او ناخد هنا او ناخد هنا او ناخد هنا، بس لو احنا خدنا هنا فهيبقى كده عندي السي اس والسي سي الاثنين بيلفوا في الاتجاه ده، تمام؟ وعكسهم لو خدت هنا يعني، وده هيلف معايا كده الثلاثه بيلفوا مع بعض. لو خدت هنا هيبقى ده اللي بيلف معاهم وكلهم بيلفوا نفس الإشارة، هيبقى موجب. لو خدت هنا هيبقى برضو بيلف نفس الإشارة، فأيا كانت هتاخد المومنت فين ممكن ناخده هنا مثلا عند التي بي، فهيساوي ايه؟ الام التمت هتساوي ايه؟ هيساوي السي كومبريشن في الدي بي ناقص ايه على 2، الحته دي اللي هي ايه على 2، تمام؟ زي سي سي في الدي بي ناقص الدي دبل داش. دي كده تاني قيمة، تالت قيمة اللي هي بتاعت تي اس كلهم مجموعين على بعض دي ناقص دي بي كده.
هعوض هجيب الام ابيض. طيب هيطلع بكام؟ هيطلع ب 3150 كيلو نيوتن متر. خد بالك بقى من الرقم ده كده بتاع الام ابيض ده كده بالطريقه التقريبيه اللي هي بطريقه المعادله. لو عايزين بقى نحل مثال تاني على الطريقه بتاعت المنحنى هيكون مثلا عندي نفس القطاع كده بس هو عطيني الاف بي اي بكام؟ 910 نيوتن لكل مللي متر سكوير، وعطيني هنا شكل البيم بتاعتي، هنا حديد الكابلات، ومش عطيني اي حاجه تانية غيرها، وعطيني الاي هنا المسافه ما بين الحديد الكابلات والسي جي بالاي بتساوي 270 وهنا 400 وهنا كده 1200 واعطيني الاف بي ب 1445 متر كل متر مربع تمام، واعطيني الاريا بي اس برضه ب 3000 و الاف سي يو بي تي تمام. طيب عايزين نحل بقى، اول حاجه عايزين نحسب ثلاث مفاعلات ومنهم نجيب الابسلون بتاع البي اس وخش في المنحنى ونجيب ايه منها الاف بي اس. ده كده طريقه التفكير، وبعد كده امشي المساله عادي اعمل معادله اتزان وبعد كده اجيب المنطق. الثلاث انفعالات بتوعي كنت بقول اول انفعال عندي اللي هو الانفعال اللي كان حاصل في الكابلات قبل ما احط الاحمال وقبل اي حاجه اللي هو الابسون بتاع البي اي هيساوي ايه؟ هيساوي الاف بي اي على المعاينه المرونه بتاع الكابلات. هنا دوت بكام؟ 910 على الاي بي، المفروض انه ده رقم حبس 2 في 10 اس 5 هيطلع لي ب 4.55 في 10 اس سالب 3. ده كده اول انفعال عندي. بعد كده عايزه احسب الانفعال التاني اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي الابسون بتاع السي اي، ده كان بيساوي الاجهاد الحاصل في الخرسانه، معلش احنا مسمينه سيجما كده بس مش مشكله يعني، على الاي سي. طيب ده بكام بقى؟ ده احنا قلنا هنجيب كده الانفعال اللي حاصل في الخرسانه بجوار الكابلات. عندي ده كده القيمة اللي احنا قلنا عليها في الأول، المفروض العكس ده كده السيجما بتاع السي. طيب ده بكام؟ هقول ده بيساوي سالب البي اي على الاي سالب البي اي في الاي على الاي في الاي اللي هي الاكسنتريستي. لما اجي اعوض في القيمة ديت المفروض سالب 910 في 300 وده البي اي عشان هو عاطيني الاف بي اي، فانا هضربها في مساحة الكابلات عشان احولها للقوة على المساحة اللي هي بي 400 في 1200 ناقص نفس البي اي اللي هي 3300 في 910 في 270 تربيع على الاي بتاعت المستطيل اللي هي 400 في 1200 تكعيب على 12. كده انا طلعت القيمه بتاعت الابسلون سي اي بتطلع لي بكام؟ بسالب 10 نيوتن لكل مليمتر تربيع. كده انا جبت ابسون سي اي، هجيب عوض بيها هنا هجيب القيمة دي اللي هي بي 10 على 440 في جذر الستين اللي هي الاف سي دي، هيطلع لي القيمة دي بكام؟ 0.0029 تمام. طيب بعد كده قلنا ايه؟ عشان خاطر نجيب الانفعال المفروض ان احنا هنخش كده في المنحنى بتاعي
واعوض اجيب ال اف بي اس ده كده تمام. الامتحان ممكن يديهولي وممكن لو ما ادهوليش بفرض عندي ان ال اف بي اس بيساوي ايه؟ بيساوي 9/10 يعني ال اف بي ده لو هو مش مديني الامتحان تمام. بس اعوض هنا هيطلع لي ان ال اف بي اس بكام؟ ب 1500. طيب كده انا جبت اف بي اس بتاعتي. نفس الفكره بقى هحط معادله الاتزان في انفعال كمان ما جبناهوش اللي هو الاف بي زي اللي هو من تشابه مثلثات عالية القانون هنعوض فيه ممكن نحفظه على طول في الجي بي على السي السي ده كده طلع لنا بكام؟ هيطلع لنا 0.00. لا ثواني السي ده مش عاطيه هو مش عندي انا مجهول عندي الايه صح؟ انا مش عارف الايه فبالتالي مش عارف السي. فهعمل معادله اتزان الاول من غير ما كاني ما عنديش كاني بحسب لسه في المرحله الاولانيه ما وصلتش للارض. فهعمل هسوي التنشن بالكومبريشن واجيب ايه؟ اللي هي 0.67 في الاف اس يو على الجاما اس في الايه في 400 في 3300 في اللي هي الاريا بي اس في الاف سي الاف بي اس على الجاما اللي هي ال1.15. جبت ايه؟ تقريبية في الأول كده أقدر أستعين بيها وبعد كده جبت السي طلع لي القيمة بكده. ده في حالة إيه بقى؟ أنا عملت الكلام ده كله وفرضت إن الـ اف بي اس بتساوي 9/10 من البي ألتمت. ده لو في حالة إن هو مكانش مديني أي حاجة أجيب منها السي. ساعتها أنا بشتغل كده بجيب بعمل معادلة اتزان وأجيب منها إيه تقريبية وبعد كده السي وبعد كده أخش بقى إيه أجيب الاستريم بتاعي اللي إحنا كنا اخر سترين اللي هو الاف الابسلون بي سي من معادله من التشابه اللي هي 870 ناقص السي على السي تمام. هيطلع لي الابسلون بي سي بيساوي الرقم ده. بعد كده خلاص كده انا هجيب الابسلون بتاع الستيل هيساوي ايه؟ هيساوي 3 الثلاثة دول مجموعين على بعض اللي انا كنت جايباهم هيطلع لي كل دوت كده 0.007. لازم اتشيك ان هو اقل من الابسلون 100 تمام كده صح. بعد كده اقول ان الاف بي اس هتساوي ايه؟ هتساوي المعايير اللي انا جبته ده في الايه هيطلع لي ب 1000 و 1408. بس ده كده حسب الفرد بتاعي اشوف لو هو اقل من الفرد يبقى كده صح تمام. يبقى كده غلط. هعيد تاني نفس الحسبه بس ايه احط الرقم اللي طلع لي ده مكان ال اف بي اس يعني هعمل دورة كمان يعني المسألة دي رخمة شوية بس ايه هنعمل دورة كمان اللي هي طلعنا السي بتساوي التي وطلعنا ايه ارتفاع يعني هنا المرة دي 3777.6 ومنها السي بس وهجيب بقى منها الانفعال بتاع البي سي هيطلع لي القيمة دي وهجمعهم التلاتة على بعض هيطلع لي الانفعال النهائي بالقيمة دي. بعد كده هجيب ال اف بي اس اللي هو ده في معايير في البي بي هيطلع لي بكام؟ 1446 ده كده أكبر من الفرد. يبقى أنا كده شغال صح. يبقى أنا كده صح.
بعد كده نجيب بقى مونت الاطمت زي ما اتفقنا كده. تمام، ما عنديش اصلا غير كام الحديد بتاع الكابلات، فبالتالي لو خدت كده فوق ده كومبريشن وده كده التاني، لو خدت هنا مثلا مش هيبقى عندي غير ده اللي هو بيساوي اف بي اس على جاما اس في اف بي اس دي المسافة دي كده ناقص ايه على اتنين، عوض الام اكمل طلعت ب 200 ب 2826. ده كده كان ارخم مثال عندي في حاله النوم، عندي طريقه دقيقه وجبت الاف بي اس. هنا الفكره كلها ان انا ما كانش عندي منحنى فاضطريت ان انا افرد واشتغل الدورات واجيب A و C واخش من المعادله اجيب السترين الثالث اللي هو البي سي ومنه اجيب السترين بتاع البي اس واعوض اضربه في المعادله من هنا واجيب بعد كده الاف بي اس. تمام، واشوف بقى اذا كان فرضي صح او غلط وبعد كده اجيب المومنت عادي كده. ده الدرس الثاني معانا اللي هو كان درس الاوتبوت. ان شاء الله المره الجايه في درس جديد. السلام عليكم.